منخفض جوي خماسيني ورياح جنوبية غربية نشطة وأجواء مغبرة في المنطقة الشمالية. التفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. إذا تدريجيا تبدأ المنطقة الشمالية من المملكة تتأثر بمنخفض جوي خماسيني ورياح نشطة وأيضا أجواء مغبرة خلال ساعات نهار يوم الأحد كنتيجة كما ذكرنا لاقتراب هذا المنخفض الجوي الخماسيني والذي سيعمل على ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأحد، لكن اعتبارا من منتصف الأسبوع تعود وتنخفض مجددا درجات الحرارة في المنطقة الشمالية. نستعرض هذه المعلومة في هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة اعتبارا من نهار اليوم السبت وحتى منتصف الأسبوع. يوم السبت تكون درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في أغلب مناطق المملكة، لكن تدريجيا تبدأ المنطقة الشمالية الغربية من المملكة تتأثر بمنخفض جوي خماسيني يقترب من الأراضي المصرية، يعمل على ارتفاع ملموس على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية في عموم المناطق الشمالية، وأيضا نشاط كبير في سرعة الرياح الجنوبية الغربية التي ستعمل على نشوء موجات غبارية في كل من مناطق تبوك وأيضا الجوف وأجزاء من شمال حائل وأيضا المنطقة أو منطقة الحدود الشمالية. لكن يوم الاثنين مع تحرك هذا المنخفض الجوي نحو الأراضي العراقية تهب على شمال المملكة تيارات غربية أقل حرارة من التي شاهدناها خلال يوم الأحد، تنخفض درجات الحرارة تعود وتصبح أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس في المنطقة الغربية الوسطى وأيضا المنطقة الشرقية لنهار يوم الاثنين بالتزامن مع استمرار لدرجات الحرارة الأقل من معدلاتها في المنطقة الشمالية. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض لهذه الليلة تسود أجواء مستقرة، تتفرق بعض الغيوم 16 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 15، رطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض لثلاث أيام القادمة يوم الأحد 29-20، يوم الاثنين ارتفاع كبير وملموس على درجات الحرارة 34 إلى 20 درجة مئوية، أما يوم الثلاثاء 30 إلى 18 درجة مئوية. التوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الأحد نبدأها شمالا، تبوك رياح نشطة وأجواء مغبرة بسبب تأثر المنطقة الشمالية بالمنخفض الجوي الخماسيني، 31 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 15، سكاكة 30 إلى 17 وعرعر 23 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 36 إلى 21، جدة 32 إلى 23، مكة المكرمة 36 إلى 23 والطائف 28 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 23 إلى 15، أبها 25 إلى 14 وجازان 30 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 26 إلى 18، حفر الباطن 28 إلى 20 والإحساء 29 إلى 16 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى الرياض 29 إلى 20، بريدة 31 إلى 20 وحائل أجواء غائمة جزئيا مع 29 إلى 20 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. We'll be right back.